En nu hadden ze even gemorreld. Hier met die. السلام عليكم ورحمة الله، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا طيبين. ورجعت لكم في فيديو جديد، أنا محمد. أتمنى من كل شخص يشوف الفيديو وما قد اشترك في القناة يضغط زر الاشتراك ويفعل زر التنبيهات عشان أول ما نزل فيديو جديد يوصلكم الإشعار على طول. زي ما شفتوا في فيديو اليوم، في البداية وصلتني طلبية جدا كبيرة للبساس، بنشوفها مع بعض وبنشوف الأشياء اللي طلبتها. بس قبل ما أبدأ الفيديو حاب أقول لكم حاجتين. الحاجة الأولى، كل الأشياء اللي بتشوفونها في الفيديو تقدرون تطلبونها من متجر باندا، ورابط المتجر بيكون تحت في صندوق الوصف. صح، هذا المتجر يعتبر من المتاجر المميزة. ليش؟ لأن فيه أشياء كثير ناقصة كنت أتعب لين ألاقيها، يعني أطلبها من برا وتاخذ فترة طويلة لين توصل، أو لازم أسافر مكان زي جدة أو الرياض اللي فيها محلات حيوانات كبيرة عشان أحصل هذه الأشياء. ومن أهم هذه الأشياء المكملات الغذائية والفيتامينات وحتى الأكسسوارات مثل الملابس وهذه. فهذا الشيء جدا جدا أسعدني وحمسني أشارك معكم هذا المتجر، لأني أعرف إن في كثير منكم يستفيدون. بتشوفون الفيديو، بتشوفون الأغراض اللي حصلتها، وبتشوفون الأشياء اللي طلبتها وللأسف ما كنت أحصلها لفترة راحت، وفي أشياء منها انقطعت حصلتها في هذا المتجر. وثاني شيء حاب اقول لكم، هذا انستغرامي واضح على الشاشه، الاسم والرابط تحت في صندوق الوصف. حياكم في الانستغرام، لاني رايكم وبساوي تصويت على شيء جدا جدا مهم وعلى فيديوهات جايه، محتار بين الافكار، حاب اخذ رايكم فيها. تابعوني على الانستغرام، ان جاء الوقت انكم تشوفون الفيديو، واتمنى انكم تستفيدون وتستمتعون. ولا اذكركم، اي شيء يعجبكم في هذا الفيديو تحصلونه في متجر باندا، ورابط المتجر تحت في صندوق الوصف. وخلونا الحين نبدا الفيديو. طبعا مثل ما تشوفون وصلتني هذه الطلبيه الكبيرة جدا وصراحة ثقيلة، يعني أنا وأخوي حسين يلا شلناها. فالحين بنفتحها ونشوف الأغراض اللي جبتها. في أغراض البساس وفي أغراض الهامسترات والأرانب. خلونا نشوف الأشياء الموجودة. وزي ما تشوفون الصحون كلها توني مغسلة ومجهزة، والبساس كلهم جيعانين لأني من الصباح ما هبيت لهم شيء. شوف هذه اللي قاعدة تلعب الكيوت. فالحين جايب لهم أكل وجايب لهم تراب، جايب لهم فيتامينات، جايب لهم أشياء كثير. خلوكم معنا في الفيديو ونشوف إيش في أغراض ونشوف الأشياء اللي جبناها للبساس. وشوفوا من الحين الأساس متحمسين، عارفين هذه أغراض لهم. خلونا نفتحها ونشوف إيش فيها. أول شيء سكر، ممكن تبعد عشان نفتح سكر شوي، عشان أبغى أفتح هذا لو سمحت. طبعا مثل ما تشوفون صندوقين، فبنفتح أول شيء الصندوق الصغير وبعد كده بنفتح الصندوق الكبير، وبثبت الكاميرا عشان نشوف الأغراض سوا مع بعض ونشوف الأشياء اللي جبناها. خلوكم معي. هذا أول صندوق، الحين بنفتحه ونشوف الأغراض اللي وصلت. والبسة هنا قاعدة تلعب، ميراضي تشوفون. اول شيء الفاتورة، وثاني شيء هذا المشط عشان يساعدنا في ازالة الشعر للبساس كله. مثل ما تشوفون هذا المشط، طبعا هذا المشط في ميزة انك اذا مشطت البسة وطلع الشعر هنا في الراس تقدر تضغط هذا الزر بحيث انه يطلع كل الشعر. مثل ما تشوفون هنا يطلع كل الشعر من المشط بحيث انك ما تمسك بيدك ولا تتعب نفسك. هذا شيء جدا مفيد وكويس. وهذا هو الكاتنيب اللي يسمونه حشيش القطط. طبعا هذا الشيء بساوي عنه فيديو انتظروه قريبا، بنتكلم عن ايش فائدته وايش يفيد القطط فيه وكيف تتفاعل معه، وبنشوف البساس كيف تتفاعل معه، فبكل فيديو لوحده. طبعا طلبت هذا النوع من التراب. طبعا هذا التراب كنت اشتريه دائما ولكن انقطع فترة، واحسن شيء في هذا التراب ان جودته كويسة وسعره جدا جدا رخيص. يعني هذا ب 15 ريال، يعني حجمه مناسب 5 لتر تقريبا، وجودته كويسة وفي نفس الوقت سعره جدا رخيص، تقدر تشتري كمية وبسعر جدا رخيص، فهذا جدا ممتاز. إذا تقدرون تلاقونه أنصحكم فيه. الشيء صراحة جدا جدا متحمس له، مثل ما تشوفون هذا زي الشاور، أشبكه في أي مكان يقدر يمد معي، وفي نفس الوقت هذه القطعة من السيليكون بحيث إني أقدر أمشط البسة وأدخل داخل الفرو أمشطها وأروشها وأغسلها بالماء والصابون بدون ما اتعبها وبدون ما اتعب انا وبدون ما ناخذ وقت طويل. فانا متحمس جدا لاجربه، واكتبوا لي تحت في التعليقات اذا حابين اجربه. انا افكر اجربه مع زيتونه او مع رومي، فانتوا اكتبوا التعليقات من حابين اكثر نجربه مع زيتونه او مع رومي، وبقرا كل التعليقات وبنسوي الفيديو مع البسته اللي انتم تختارونها. صراحه هذا جدا جدا متحمس له، لانه لو زبط بيريحني كثير في ترويش البساس. مكافآت طبعا، في فيتامينات وفي اشياء كثير وجدا البساس تحبه. طبعا هذا اول ما اسمع صوت اشوف الملك. اول ما تسمع صوته على طول خلاص. وطبعا طالب اكل للارانب، للاسف الكرتون وصلني محفوظ ما ادري سالفته، بس هذا اكل للارانب. واهم شيء صراحه في متجر باندا، يعني من الاشياء اللي كنت اتعب جدا احصلها، يعني بعض الاحيان اروح جده عشان الاقيه،
او اطلبه من امازون وياخذ وقت وما احصله على طول، ولكن لقيت هذا الفيتامين عندهم في موقعهم. وهذه الشركه برضه جميع الفيتامينات حقتها زي اللي تكلمت عنها عن ادرار الحليب، يعني استخدمت من هذه الشركة منتج يساعد البسة في إدرار الحليب وكان جدا جدا ممتاز. فصراحة هذه الشركة فيتاميناتها ومنتجاتها جدا ممتازة، وكنت مبسوط جدا اني حصلتها في متجر باندا. واكثر شيء فرحني اني بعلمكم فين تحصلونها، في كثير منكم يسالوني خاصه على هذا العصار اللي هو يعتبر فيه جميع الفيتامينات اللي تحتاجها للقطط، يعني زي الفيتامينات العامه. في كثير منكم كان يسالني عنه لاني تكلمت عنه في اكثر من فيديو قبل، فتحصلونها في متجر باندا. وهذا الشيء صراحه حمسني مره اني اتعامل معهم واكلمهم، لاني حصلت هذا الشيء في اشياء كثير، يعني اخذ فتره لين احصلها او اتعب لين الاقيها، حصلتها في متجرهم. فالرابط تحت صندوق الوصف، وهذا من اكثر الاشياء اللي اسعدتني في المتجر. الحين خلصنا الصندوق الاول مثل ما تشوفون، بنجيب الصندوق الثاني ونشوف الاغراض اللي فيه. ثاني الحين بنفتحه ونشوف الاغراض اللي فيه برا. الصندوق الثاني طبعا زي ما تشوفون طالب اكل كثير ومشكل ومنوع، لاني قلت لكم من فتره اني جالس اجهز فيديو واجرب فيه الاكل وانواعه وايش اللي يناسب اكثر. زيتونه المشاغبه لا تجي هنا زيتونه. فطلبت اكثر نوع بوريكم الانواع، واحسن شيء في متجر باندا ان كل شركه مقسمه لوحده، يعني اذا انت تدور عن اكل معين من شركه محدده تلاقيه على طول وبسهوله في البحث بدون ما تتعب وتدخل على اشياء كثير. فهذا الشيء جدا جدا مريح في التسوق. وهذا سكر زياده مره متحمس، زي ما قلت لكم جيعانين ما قد اكلوا شيء. فبوريكم الاشياء اللي فاتحين. اول شيء طلبته هذا النوع الاكل من ربه، وهذا الاكل للصغار ما ادري اذا كويس او البساس بتتقبله او ما بتتقبله، فبجربه وبعطيكم كل الاشياء اول باول. وطبعا كالمعتاد طلبت هذا النوع اللي هو الخاص بالام والصغار، الملكه جدا جدا تعشق هذا النوع، بس للاسف سكر ما يحبه مره. فنوع الاكل حتى لو كان كويس مو لازم البسه تحبه، في بساس ما تحب الاكل مع انه نوع كويس وكل شيء تمام. طلبت هذا النوع برضه عشان الملكه وعشان الصغار، وهذا من اكثر الانواع اللي احبها واحس فيها فايده وفي فيتامينات كثير ممتازه وتحتاج ابساس. وزيتونه قلطت معنا فعليا زيتونه برا. وطالب هذا شوفوا هذا كيف كبير ما شاء الله، يعني هذه كلها احجامها الصغيره اللي قبل. خلينا نشوف هذا كم كيلو كم حجمه ما ادري. مثل ما تشوفون جدا جدا كبير. طبعا هذا النوع استمريت عليه قبل فتره لمده 3 شهور، وسكر وزيتونه وتايجر ورومي ما شاء الله، يعني زادت صحتهم بشكل ملحوظ على هذا الاكل وكان جدا مناسبهم ومره كانوا يحبونه. فاشتريته مره ثانيه ومثل ما تشوفون اشتريت حجم كبير لاني متاكد انهم يحبونه. واخر شيء معنا هذا الشيء، طبعا هذا الطوق مثل ما تشوفون للبساس عشان تقدر تحطها على صدرها ورقبتها بحيث انها ما يشدها وتقدر تمشيها وتطلعها برا. وبصراحه جبتها التايجر لاني ناوي اوديه المزرعه وابغى افكه في المزرعه يتمشى ويتعرف على البساس اللي هناك، وبحيث انه ما يشرد ولا شيء. فمتحمس جدا اني اجربه. انتظروا الفيديو بناخذ تايجر برا بنشوف رده فعله وبنشوف كيف بندربه على هذا الشيء عشان يتاقلم عليه وما يضايقه. وخليكم معي في الفيديوهات الجايه. وبكذا اكون خلصت الاشياء اللي طلبتها. تابعوا نهايه المقطع عشان اوريكم اشياء بسيطه بتهمكم وبتعجبكم، فخليكم معي. الاغراض اللي وصلتني اغراض كثير متنوعه، وبصراحه اسعار متجر باندا اسعار معقوله جدا، وزي ما شفتوا في اشياء رخيصه وفي اشياء غاليه، يعني يناسب الكل وتقدر تلاقي احتياجك فيه. جميع شركات الاكل شركات متنوعه ومختلفه، وصراحه الاشياء المميزه في هذا المتجر انه مقسم تقسيم مرتب، يعني حتى الاكل تفتح الاكل تلاقي اقسام الشركات، تفتح الشركه تلاقي اقسام الاكل اللي في الشركه، يعني اذا اكل جاف او اكل رطب او مكافآت اي شيء يخص هذا الشركه تلاقيه في القسم الخاص فيها. فهذا شيء جدا جدا مميز ويسهل عليك انك تتسوق وتاخذ الاغراض اللي تحتاجها بدون ما تضيع. تحتاج ملابس تدخل عليها، عندهم ملابس واكسسوارات جدا مميزه لا تفوتكم. حتى اللي ما يبغى يشتري يدخل بس ياخذ نظره ويشوف الملابس، عندهم اشياء جدا مميزه. وافكر اجيب اغراض للبسات، هذه ملابس للبسات لانها صراحه مميزه واول مره اشوف اشكال زي كذا. فبتستمتعون بالمتجر في فيتامينات زي شركه الفيتامين اللي وريتكم، كنت نادر الاقيها واطلبها من برا وانتظر ان توصلني او اسافر موجوده في ابها في المدينه اللي انا فيها.
فكنت اتعب لين احصلها، حصلتها عندهم، حصلت اشياء كثير مميزه. شوفوا المتجر لا يفوتكم، حبيت افيدكم فيه، وصراحه متجر تعاملهم ممتاز، يوصلهم بشكل تحت في صندوق الوصف. خشوا على المتجر شوفوا المنتجات اللي عندهم، عندهم اشياء كثير حلوه. عارف اني قلت اشياء كثير حلوه مره كثير، بس لان في صدق اشياء كثير حلوه متنوعه، شركات الاكل، الفيتامينات، الملابس، الاكسسوارات، حتى الالعاب، في اشياء كثير بتعجبكم. في المقطع حاب اقول لكم اتمنى من كل شخص يشوف الفيديو يضغط زر اللايك، اشتركوا في القناه اذا مو مشتركين، فعلوا زر التنبيهات لان في فيديوهات كثير بتنزل الايام الجايه ممتعه ومحمسه ومليانه معلومات، ففعلوا التنبيهات عشان اول ما ينزل فيديو جديد يوصلكم اشعار على طول. لا تنسوا تتابعونا على انستغرام، هذا الاسم والرابط تحت في صندوق الوصف. اشوفكم فيديو جاي ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله. بعد خير.